ايه الدافع ده كله؟ مين علمهولك؟ طلب لقاء الله وحب الله لقاءه. كده كان هيموت وكده هيموت، بس الموتة دي شرف فدا مصر. ومصر نحن مسؤولون عنها جميعا. من حال لحال ساعات بتاخدك فوق وتحت وقت يمين شمال، واحنا اسود صابرين بصبر عدى الاحتمال، جيل بعد جيل متحملين شايلين احمال جبال، واقفين قصاد رياح قوية من شرق الشمال، مهما نقع نقوم بكلمة حي عن نضال. دخلنا في اكتر من حرب ودقنا مر وشوفنا وين، ربطنا يا محزن بطولنا وكان نهارنا يمر ليه، وبعد كل وقعة قمنا زي خيل عربي اصيل، بتلاقينا في وقت شدة نتحد ضد الدخيل، ونبقى كلنا ايد واحدة صدى وفي وش العويل، ولا نتحول طفاة زي فيضانك يا نيل، زي مارد رأيه حاسم عمره ما حيعيش ذليل، والتاريخ بتاعنا شاهد يتورث جيل بعد جيل، اي حد جه علينا انتهى وفي ميت دليل، كل ده لاننا قررنا نلغي المستحيل. وزميله بسأله بقول له ابني اتألم؟ ابني حسيت طلقة الرصاصة؟ ابني ده الشهادة اني اقسم بالله يا امي ما سمعت كلمة الآه، لدرجة ان انا ببص عليه بفتكره قاعد كده الامور هدي بيريح، فبشوفه كده وبهزه لقيته رافع صباعه ناضي الشهادة. محمد ما تقلبش.